سائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟ الحج صحيح والحمد لله، واللي معها أطفال توكل ما يرمي عنها، والبريضة والعاجزة كبيرة السن ونحوها يوكل ما يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج.